بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج ترند. حلقة بالتأكيد جاية قبل مباراة كبيرة، مباراة منتظرة بين الوداد والأهلي في ذهاب نهائي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مباراة كبيرة الكل بينتظرها، وفي هذه اللحظات بالتأكيد فريق النادي الأهلي على متن الطائرة المتجهة إلى كازابلانكا لخوض مباراة الذهاب يوم السبت القادم. بالتأكيد مباراة كبيرة، والنهاردة بالتأكيد سؤال حلقة النهاردة في إطار نفس الموضوع، لأن في هذه اللحظات اللاعبين متجهين إلى المغرب، فبالتالي كل واحد من جمهور النادي الأهلي يدخل يشارك معنا عبر صفحات القناة الرسمية، سواء الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وتوجهوا رسائل للاعبي النادي الأهلي في هذه اللحظات قبل الوصول إلى كازابلانكا استعدادا لمباراة الوداد إن شاء الله في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. رسائل دعم، رسائل إيجابية بالتأكيد مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية، خاصة أن لا بديل أي حديث الفترة الجاية سوى عن المشوار الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا. شاركونا، وفي الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة من برنامج الترند هنعرض كل مشاركاتكم، وبالتأكيد كل رسائلكم هنعرضها في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن سريعا نروح لعناوين الحلقة، والنهاردة ثلاث ترندات وحديث عن مباراة الوداد المغربي. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تغادر إلى المغرب برئاسة الخطيب. كمان في ترند الأهلي، موسيماني يعلن قائمة الأهلي ومعلول وجيرالدو ينضمان للبعثة في المغرب. وفي الترند العالمي، إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذه المباراة المصيرية، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد يوم السبت القادم في 9:00 مساء بتوقيت القاهرة. رحلة الأهلي بالتأكيد برعاية إير كايرو الناقل الرسمي لقناة النادي الأهلي، والرسائل وكواليس البعثة بالكامل منذ اليوم أو منذ أن سافرت البعثة ظهر اليوم حتى الوصول إن شاء الله فجر يوم الأحد القادم هتكون برعاية بنك سيب، البنك الرسمي للنادي الأهلي، وكواليس حصرية فقط على شاشة قناة النادي الأهلي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل حديث مهم جدا وفي تفاصيل مهمة ومفاجآت متعلقة بالمرحلة الجاية في فقرة ترند بترند، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الترند. فقره ترند الترند عندنا فيها تفاصيل مهمه وكلام مهم جدا، خاصه الحديث عن مباراه الوداد المغربي. لكن في البدايه في موضوع مهم عايز ابدا فيه واتكلم بخصوص اللي حدث خلال الساعات القليله الماضيه. كان زميلي امير هشام اتكلم هنا امبارح ووضح لحضراتكم ليه الكابتن مجدي عبد الغني بيهاجم النادي الاهلي وقياداته ومسؤوليه، ووجه عتاب راقي لقناه تن اللي بتبس من خلالها برنامج البريمو اللي بيظهر فيه ومن خلاله الكابتن مجدي عبد الغني، وهو بالتاكيد للاسف كان بيتجاوز في حق النادي الاهلي. والحقيقه بكل تقدير واحترام عايز اشيد بالموقف المحترم للاستاذ نشأت الديهي رئيس القناه، واللي تصرف بمنتهى المسؤوليه والتقدير للنادي الاهلي وقياداته وجماهيره خلال الساعات القليله الماضيه، وتصرف بصراحه بمنتهى المسؤوليه والتقدير للنادي الاهلي، واحنا هنا بنشكره وبنسمن الخطوة اللي قام بيها لإيقاف تجاوزات الكابتن مجدي عبد الغني الغير مبررة، وأصدر بيان امبارح محترم جدا أكد فيه على تقديره الكامل للنادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته وجماهيره، والتزام قناة تن بكل المواثيق المنظمة للعمل الإعلامي، واتخذ ثلاث قرارات. أولا، مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجا على المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج. ثانيا، تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية. ثالثا، عدم ظهور الكابتن مجدي عبد الغني على شاشة القناة. احنا بنقفل الصفحة، وكل التقدير من جانبنا لهذا الموقف للحفاظ على قيم المجتمع، وأن يكون إعلامنا أو الإعلام الرياضي إعلام هادف بناء. وعايز أقول كلمة للكابتن مجدي، أتمنى أنك تراجع نفسك، لأننا بالتأكيد لازم نعلي القيم والأخلاق، ولما بننتقد ما بنجرحش، ولما بننتقد ما بنخرجش عن الإطار المعروف عن النادي الأهلي، إطار القيم والمبادئ. زي ما قلنا خلاص الصفحة دي اتقفلت،
ونروح بقى لتفاصيل حلقتنا النهارده، لان بالتاكيد عندنا كلام مهم جدا في فقره ترند الترند. هذه الصفحه خلاص تم اغلاقها، والاعلام الرياضي الفتره الحاليه بالتاكيد عنده تفاصيل وموضوعات اهم بكتير من الكلام في هذه الموضوعات اللي اتقالت خلال الفتره الاخيره. لكن بشكل عام عندنا بقى مع مباراه مهمه جدا ومباراه مصيريه امام الوداد المغربي، وجماهير النادي الاهلي بالتاكيد كلها بتنتظرنا عشان هي بطوله بنحاول وبنسعى وبنشتغل عشان نقدر نحقق نتيجة إيجابية، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن عايز أعمل فلاش باك للي اتقال من حوالي 18 يوم لما طلعنا اتكلمنا هنا في برنامج الترند في التوقيت اللي الكل كان بيتكلم على فكرة مين ممكن يدير مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكل المواقع راحت في سكة بكاري جسام. قناة النادي الأهلي وتحديدا برنامج الترند كان ليه إطار مختلف، واللي اتقال من حوالي 18 أو 20 يوم هو اللي بيتحقق على ارض الواقع خلال الفتره الحاليه. قلنا مفيش تعيين لاي حكم، وقلنا في معسكر بيتعمل للحكام في الفتره الحاليه، وقلنا هذا المعسكر من خلاله هيتم اختيار الحكام اللي هتسافر للمغرب يوم 15 اكتوبر عشان تدير المباريات بدءا من 17 اكتوبر. بعد 18 يوم كلامنا اتحقق على ارض الواقع، والحكام حاليا موجودين في مصر، والمعسكر بدا من يوم 11 اكتوبر. وقتها قلنا العشر حكام المرشحين لاداره مباريات نصف نهائي دوري الابطال والكونفدراليه، لكن لجنة الحكام أو مجلس الخبراء تراءى ليه كمان أنه ممكن يزود العدد فرصة أن يكون في معسكر، عشان في حكام من حكام النخبة كانوا بعيدين فترة طويلة عشان يطمئنوا عليهم. وعشان كده دخل رضوان جيد الحكم المغربي طبعا في هذا المعسكر، وبالتأكيد مش هيدير أي مباراة في دور الأبطال لأن فيه أطراف مغربية، نفس الأمر في الكونفدرالية. وأيضا كمان المساعد محمود أبو الرجال موجود من الحكام المساعدين، وهو حكم مصري مساعد، فبالتأكيد مش هيكون موجود لأن فيه ثلاث أطراف مصرية، الأهلي والزمالك دوري أبطال وبيراميدز في الكونفدرالية. فبالتالي عدد الحكام زاد لأنه أصبح معسكر للنخبة في الفترة الحالية. في اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي في محاضرة نظرية معمولة لكل حكام الساحة وحكام الفار والحكام المساعدين. هذه المحاضرة بتتم من خلال أربع محاضرين من الاتحاد الإفريقي على رأسهم بالتأكيد جيروم دامون ونورمانديز الإيفواري، وأكثر من حكم وأكثر من محاضر بيدوا محاضرات نظرية للحكام في هذه اللحظة. غدا سيتم تحديد بشكل رسمي الحكام اللي هيسافروا للمغرب بطائرة خاصة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة المباريات بدءا من السبت القادم في البطولة الإفريقية. حتى هذه اللحظة هناك ترشيحات ولكنها ليست اختيارات نهائية. الترشيحات تصب في مصلحة ماجيد نداي الحكم السنغالي، بملاك تسيما الحكم الأثيوبي، اليوم نيانت الحكم الكاميروني، ومصطفى غربال الحكم الجزائري. مش هننسى ان الحكام في حكام ساحة وفي حكام فار، وهيكون معهم كمان حكام احتياطيين عشان المسحة الطبية لما الحكام يوصلوا للمغرب هيعملوا مسحة، فلو في اي ظرف او في لا قدر الله حالة ايجابية يبقى الطاقم البديل جاهز. فبالتالي الترشيحات كلها رايحة في الاطار ده، لان حتى هذه اللحظة لسه المحاضرات شغالة وغدا هيتم الاختيار الرسمي. اي اسم هتسمعوه اللحظة دي مش هيكون غير يعني هيكون بنسبة 100% غير صحيح، وفي نفس الوقت كمان محدش لغاية اللحظة دي يعرف مين الحكام، لأن مجلس الخبراء المرة دي بيشتغل في إطار مختلف عشان الحكام يشتغلوا في إطار جيد جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. طيب الموضوع التاني، بعثة النادي الأهلي حاليا في الطيارة متجهة إلى المغرب. اللجنة الطبية كانت أرسلت منشور إلى الأندية اللي هتشارك في البطولة أو في مرحلة النصف النهائي والنهائي، وقالت لهم ان في مسحه او في تحليل بي سي ار بيتعمل في خلال 10 ايام قبل السفر، ومسحه في اللحظه اللي هتتم قبل السفر ب 24 ساعه، وقبل او اول ما الفريق يوصل للمغرب في مسحه طبيه ولكنها من السلطات المحليه لوزاره الصحه المغربيه، ومسحه طبيه اخرى قبل المباراه ب 48 ساعه. طب لا قدر الله، واحنا بنتكلم على الاجراء الطبي وقدامنا طبعا بعض الكواليس من سفر البعثة اللي كان منذ لحظات في مطار القاهرة، أي حالات إيجابية هتحصل في أي فريق متجه للمغرب في الفترة الحالية، الأمر اللجنة الطبية هترفعه للاتحاد الإفريقي، وأي حالة إيجابية سواء حالة 2 3 5 لا قدر الله في أي فريق، هنا القرار هيكون قرار لجنة الأندية. البعض كان يتكلم إن اللجنة الطبية بتقول لو 4 حالات ممكن يكون في إطار تأجيل المباراة. لا، المنشور الطبي اللي اتبعت للأندية وكلام مؤكد ومصدر رسمي في الاتحاد الإفريقي، مفيش أي أرقام إن لو تكررت حالات الماتش يتأجل، لا الكلام ده مش صحيح. القرار هيكون للجنة الأندية
في الاتحاد الافريقي برئاسة كونست عماري الكونغولي النائب الاول ونائبه فوزي لكجع رئيس الاتحاد المغربي والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي، وفي عضوية اللجنة حوالي 15 عضو من لجنة الاندية. القرار هيكون قرارهم اذا ثبت في حالات إيجابية في أي من الفرق اللي وصلت للمغرب قبل إقامة المباريات ب 24 ساعة. دي نقطة مهمة جدا كنت عايز أتكلم فيها. كمان في نقطة تانية وهي متعلقة إن يوم الجمعة القادم في مراسم لإجراء قرعة الملعب الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذه القرعة هتكون معمولة عشان حاجة واحدة بس، لو طرفي المباراة النهائية مصري ومغربي. وحرصا على الشفافية والعدالة القرعة هتتعمل قبل انطلاق أي صافرة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل انطلاق أي صافرة. وبالتالي القرعة هتكون يوم الجمعة اللي جاية بحضور أعضاء الاتحاد الإفريقي والأطراف المعنية بالقرعة، الأربع أندية الأهلي والزمالك والرجاء والوداد. والقرعة هتتعمل أمام الأربع أندية عشان لو طرفي المباراة النهائية مصر مغربي هتكون القرعة على أحد ملعبي، إما استاد القاهرة الدولي ما بين قوسين استاد برج العرب، أو مركب محمد الخامس في كازابلانكا إذا كان ممكن يكون المباراة النهائية في المغرب أو في مصر. هتكون القرعة على هذه الملاعب فقط يوم الجمعة القادم. لكن لو الطرفي أهل وزمالك هتكون في القاهرة، لو الطرفي وداد ورجاء هتكون المباراة النهائية في مركب محمد الخامس في كازابلانكا. وانا بتكلم على موضوع اللجنه الطبيه عشان برضه هاكد على جزئيه مهمه جدا قبل ما اروح للخبر الاخير في فقره ترند الترند. الاتحاد الافريقي هنا لما يعمل مساحات طبيه للاعبين والاجهزه الفنيه اول ما توصل المغرب هيكون من خلال المعامل الطبيه المعتمده من وزاره الصحه المغربيه. الاتحاد الافريقي اشترط ان المعامل الطبيه اللي هتعمل المساحات الطبيه للاعيبه والاجهزه الفنيه لازم المعمل ده يكون معتمد من وزارة الصحة المغربية عشان تعتمد النتائج أول ما تظهر لكل أفراد البعثة. واللجنة الطبية هتسافر بكرة، أعضاء اللجنة الطبية من الاتحاد الإفريقي هيسافروا بكرة إلى المغرب عشان يكونوا مشرفين بشكل مباشر على هذه التحاليل والمساحات الطبية اللي هتتعمل لكل اللعيبة خلال الفترة اللي جاية. في بروتوكول تم إرساله لكل الأندية وهيتم تنفيذه خلال الفترة اللي جاية. آخر حاجة وانا بتكلم على فكره نهائي دوري ابطال افريقيا وموعد المباراه ان شاء الله يوم 6 نوفمبر، عايز اتكلم في الاطار ده لان عارف جمهور النادي الاهلي كان الامر ده شغله كتير قوي الفتره الاخيره بسبب تصريحات خرجت بخصوص اللعيب اللي قعده هينتهي، ممكن يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا ولا مش هيلعب في حال تاهل الفريق التابع ليه او الفريق النادي الاهلي ان شاء الله لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. عايز اكد على جزئيه مهمه جدا، وده المفروض المنشور ده عند الاتحاد المصري لكرة القدم تم إرساله في شهر إبريل الماضي. بمعنى لو أنت عندك لاعب عقده بينتهي والدوري انتهى ولسه المسابقات القارية لم تنتهي وأنت فتحت فترات القيد، الموقف القانوني هنا إيه؟ في شهر إبريل الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل منشور من 14 ورقة لكل الاتحادات الأهلية، قال لهم في الصفحة 4 في حالة تداخل مواعيد القيد وانتهاء المسابقات المحلية وإذا لم توافق الأطراف أو لم توافق الأطراف أوضاعها خلال هذه الفترة فإن الأولوية تمنح للنادي السابق لاستكمال اللاعب موسمه المحلي والقاري واستكمال جميع بطولات مع ناديه السابق، حرصا على نزاهة والحفاظ على سلامة الدوري المحلي ومسابقات الاتحاد والمسابقات القارية. هذا البند لو نفذناه أي لاعب في النادي الأهلي عقده منتهي أيا كان المسمى وأيا كان الاسم بعد نهاية الدوري لو لسه في نهاية دوري أبطال إفريقيا يلعب طبقا للمنشور اللي تم إرساله في شهر إبريل من الاتحاد الدولي، لكن اتحاد الكرة يرجع لمنشور إبريل ويشوف القرار والتوصية اللي اتبعتت من الاتحاد الدولي بخصوص هذا الأمر. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي وكواليس وحديث عن رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمباراة الوداد المغربي. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي، لكن قبل ما أدخل في فقرة ترند الأهلي عايز أبارك لكل جماهير غزل المحلة وكل جماهير المحلة ومحافظة الغربية على تأهل
زعيم الفلاحين، غزل المحلة إلى الدوري الممتاز وعودته من جديد إلى بطولة الدوري العام خلال الموسم المقبل. بالتأكيد كان منافسة قوية في دوري القسم الثاني وتحديدا مجموعة الأقاليم والوجه البحري والاسكندريه، كانت مجموعه صعبه جدا فيها مباريات صعبه. تتكلم على المنصوره، الاولمبي، غزل المحله، بلديه المحله، فرق كانت عريقه ولها مشوار كبير في دوري الممتاز، لكن بعد الهبوط قدر غزل المحله من خلال قياداته ومسؤوليه ولاعبيه يرجعوا لمكانتهم الطبيعيه. غزل المحله من الفرق الكبيره والفرق الشعبيه اللي بالتاكيد بنسعد بوجودها في الدوري الممتاز خلال الموسم القادم. الف مليون مبروك لجماهير غزل المحله العوده والتاهل من جديد الى الدوري الممتاز. لكن سريعا اروح لفقره ترند الاهلي، والنهارده عندنا تفاصيل كتيره متعلقه كمان برحله سفر الفريق الى المغرب استعدادا لمواجهه الوداد. اول حاجه من الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي على الفيسبوك، نشروا صور لبعثه الاهلي في المطار النهارده وكتبوا نيكست ستوب كازابلانكا، المحطه القادمه في كازابلانكا ومباراه الوداد المغربي. لسه كمان مع الحساب الرسمي لقناة الأهلي ولكن على تويتر، وفي صورة طبعا لبيتسو موسيماني، وكتبوا على الصورة الرحلة الأولى لك معنا، بالتوفيق يا بيتسو إن شاء الله في مباراة الوداد. كمان معنا صورة من كواليس الرحلة لكن من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الانستجرام، ونشر صورة لحمد فتحي قائد خط وسط فريق النادي الأهلي وهو بيقرأ القرآن في المصحف الشريف. طبعا ده شيء معتاد دايما من كل لاعبي النادي الأهلي في كل الرحلات والسفريات. طيب كمان من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي الكاف، وخلال الفترة الحالية دايما بيعملوا مقارنات ما بين أبرز اللاعبين اللي موجودين في الفرق الأربعة سواء الأهلي والوداد أو الزمالك والرجاء. المرة دي صفحة الكاف باللغة العربية عملت مقارنة ما بين عمرو السولية قائد خط وسط النادي الأهلي مع وليد الكارتي أبرز وأفضل لاعبي خط وسط فريق الوداد المغربي. هما اثنان من كبار خط وسط في إفريقيا يتنافسان من أجل مجد واحد، لاعب الوداد وليد الكارتي ولاعب الأهلي عمرو السولية. وقدامكم طبعا رقم سكاوتينج بعدد المباريات والباص والإمكانيات والأرقام التحليلية المتعلقة بتفوق كل لاعب. عندنا الاثنين لعبوا نفس عدد المباريات، 8 مباريات لكل لاعب، لكن مفتاح اللعب أو الباصات الإيجابية يمكن السولية متفوق فيها على وليد الكارتي. الباص عدد الباصات برضو الكارتي متفوق في الباص الأطول أو اللي هو فيه نسبة الإيجابية بالنسبة للباص، لكن في نفس الوقت السولية عامل 82% من امتلاك الكرة والباصات. لكن بشكل عام الاثنين عناصر مميزة جدا بالنسبة لخط وسط الفريقين إن شاء الله في مباراة يوم السبت القادم. صفحة الأهلي اليوم والدعم الجماهيري مهم جدا في المرحلة الحالية، نشر صورة للاعبي النادي الأهلي، وهذه الصورة كانت في السودان في إطار الاستعداد في مباراة المجموعات، والصورة بالتأكيد معبرة عن الشكل اللي عايزين نتكلم عنه. كتبوا عليها 270 دقيقة العبوهم بروح الأهلي، إن شاء الله بإذن الله الذهاب والإياب ويكون التوفيق حليف النادي الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية. صفحة ماجيكانو أيضا في إطار الدعم والتحفيز الإيجابي للاعبين، صورة للفريق في مطار القاهرة وكتبوا عليها من رحم المعاناة يولد النجاح، كل الدعم يا رجالة واثقين فيكم للنهاية إن شاء الله، أفريقيا يا أهلي. حاجة إيجابية وحاجة مميزة جدا للسوشيال ميديا لما تكون حاضرة بشكل إيجابي مع اللاعبين في المرحلة الحالية. صفحة المصري اليوم الرياضي، موسيماني وصورة ليه وهو في ملعب التتش، وكتبت على الصورة بيبدأ استكشاف خبايا الوداد قبل موقعة السبت الإفريقية. في إطار الاستعداد لمباراة الوداد بنسبة كبيرة هتكون التدريبات مغلقة في المغرب استعدادا لهذه المباراة، ما عدا التدريب ليلة المباراة طبقا للوائح الاتحاد الإفريقي. كمان الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر اتكلم على موسيماني بيغير خطة الإعداد لمواجهة الوداد المغربي. هو اتكلموا في إطار ان الجهاز الفني غير ميعاد التدريب للصباح وعدم يعني منح اللعيبه راحه النهارده من التدريبات قبل السفر العصر الى المغرب، لان كان من المفترض ان الفريق يتمرن صباح اليوم قبل ما يتوجه للمطار. برضو امبارح على فكره قبل ما اخش على خبر الاخير في يلا كوره، كان اتكلم موسيماني مع اللاعبين في تدريب الامس نظري اكتر من الشغل العملي، وما عملش تدريب تكتيكي او تقسيمه او فني بعد مباراه بيراميدز، وكان حريص ان هو يتكلم نظري اكتر مع اللاعبين، ودي اهم شيء بيميز بيتسو موسيماني ان هو بيشتغل على التحضير الذهني والنفسي لكل اللاعبين في الفتره الحاليه. اخر حاجه من صفحه يلا كوره ومصدر ليلا كوره، الاهلي استقر على عوده ناصر ماهر
خلال الفترة الحالية بعد نهاية فترة الإعارة. في كلام كتير هيتقال في هذا الموضوع، لكن عندنا مباراة مهمة يوم السبت الجاي مع الوداد المغربي بعد ما نخلص المشوار الإفريقي. في تفاصيل كتير هنقولها في هذه الملفات الفترة الجاية، لكن أرجو من وسائل الإعلام في الفترة الحالية يكون حديثها وشغلها الشاغل لا صفقات ولا انتقالات ولا تعاقدات، الحديث يكون عن المشوار الإفريقي للأندية المصرية، لأن عندنا مشوار مهم وبطولة مهمة بالتأكيد عايزين نسعد كل جماهيرنا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في حلقة برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. فقره ترند اونلاين والحديث عن مباراه الوداد والاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، كلام مهم جدا. فسريعا نطير ونروح لاحد زملائنا الاعلاميين في المغرب، الاستاذ محمد فنقار الاعلامي المغربي، وحديث عن مباراه الوداد والاهلي. استاذ محمد مساء الخير عليك. اهلا بك كابتن محمد سعيد، واهلا بالشعب المصري وخاصه عشاق فريق الاهلي المصري. بالتأكيد العد التنازلي لمباراة الوداد والأهلي، وخلاص كل فريق بيلملم أوراقه بيستعد لهذه المواجهة المنتظرة. أولا استعداد فريق الوداد وأبرز الغيابات، وهل خسارة الدوري في اللحظات الأخيرة ممكن يكون لها تأثير نفسي على استعداد الفريق للبطولة الإفريقية؟ أكيد تحدثتم على النهاية المشوقة للدوري الاحترافي، الجميع تابع يعني الريتم السريع لهذه المباريات، خاصة مباراتي الوداد والرجاء على حد سواء. لذا أقول لابد من التذكير بأن فريق الوداد هذا الموسم لعب مباريات كثيرة وكان مرهقا بشكل كبير، خاصة بعد إصابة لاعبيه، مجموعة من لاعبيه بفيروس كورونا. بخصوص الاستعدادات، أعتقد بأن اليوم بدأت الاستعدادات لمباريات يوم أو لمباراة يوم السبت من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري. وهناك عديد من الغيابات فعلا، لأنه مجموعة من اللاعبين ليسوا ضمن القائمة الإفريقية، مثلا الوافد الجديد أيوب الكعبي، وأيضا اللاعب الذي كان مصابا سابقا أشرف داري، وأيضا لازال هناك شك بخصوص مشاركة المدافع الإيفواري شيخ كومارا بالضبط. فأعتقد أنه اليوم من الصعب أن نحسم في التشكيل الأساسي للفريق يوم السبت إن شاء الله بملعب محمد الخامس بدون الدار البيضاء. لكن بخصوص سؤالك النفسية أو الحالة النفسية للاعبين، أعتقد بأن الجميع تدارك هذا الأمر، لأنه هناك تشجيع جماهيري كبير بعد ضياع اللقب في الدقائق الأخيرة بعد فوز فريق الرجاء. وأعتقد أن اليوم الفريق له طموح في أن يكون أو أن يتدارك هذه الخسارة، ولما لا الفوز على الأقل في مباراة الذهاب أمام الأهلي المصري وتأمين النتيجة في مباراة الإياب. في نقطة إيجابية ممكن بالنسبة للمحترفين اللي في الوداد والرجاء، يعني عندك كازادي مهاجم نادي الوداد، مهاجم كونغولي، أيضا في الرجاء فابريس نجوما وملانجو بيلعبوا في الكونغو الديمقراطية، دول موجودين النهاردة في المباراة الودية أمام المنتخب المغربي وموجودين في المغرب. بعد المباراة هينضموا بسرعة لمعسكر كلا الناديين سواء الوداد أو الرجاء، وما فيش أزمة في وجود المحترفين بالنسبة للاعيبة الوداد والرجاء. لا حاليا حتى يعني حارسي مرمى الوداد والرجاء سواء احمد رضا التقناوتي وانس الزنيتي التحقوا بتدريب المنتخب الوطني، وسيكون زعما سيحضرون لهذه المباراه امام الكونغو. هذا لا يشكل اي عائق، لان الجامعه الملكيه لكره القدم وافقت على طلبي الوداد والرجاء حتى يلتحق جميع اللاعبون قبل يوم غد بمعسكرات التدريب، قبل أيضا مباريات دوري أبطال إفريقيا. لذلك ليس هناك أي مشكل بخصوص هذه النقطة. طيب أهم ما يميز فريق الوداد العناصر الموجودة في خط الوسط الهجومي، حالة إسماعيل الحداد، حالة وليد الكارتي، بديع أوك، كلها لعبة بالتأكيد هيكون لها دور كبير جدا. لكن في نفس الوقت صلاح الدين سعيدي وإبراهيم النقاش ممكن يكونوا موجودين في خط الوسط، ولا خط الوسط الدفاعي عنده مشاكل ممكن مش بنفس القدرات اللي موجودة عنده السلاسل اللي موجودين في خط الوسط الهجومي؟ شوف، هو من الصعب أن يلعب كل من صلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش
في خط وسط الميدان، لأن هناك عدة عوامل. المنظومة التكتيكية لفريق الوداد بقيادة الأرجنتيني ميغيل جاموندي تغيرت منذ أول مباراة ظهر فيها يعني تغير، والوداد لم تعد تلك الوداد التي تلعب بلاعبين في محور الوسط او لا في 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 في, في الوسط الدفاعي. اذا فاعتقد ان ابراهيم النقاش بنسبه كبيره لن يكون مشاركا، لانه اذا كانت هناك نيه للمدرب كاموندي في اقحامه في هذه المباراه فسيكون من الصعب تغيير رسم تكتيكي كامل مقارنه مع الخمس مباريات الاخيره التي لعبها كاموندي في الدوري. لذلك اعتقد بان كما قلت خط الدفاع يعاني شيئا ما بغياب كومارا بغياب اشرف داري، والنهج المعتمد حاليا هو نهج جيد بالنسبه لفريق الوداد بحكم ان المباريات الاخيره كان مردودها ايجابيا لهؤلاء الاسماء، سواء صلاح الدين السعيدي في خط الدفاع وايضا محمد رحيم الذي لعب مباريات قليله في يعني في الدفاع في الجولات الاخيره من الدوري الاحترافي. اعتقد بان المدرب جاموندي سيحتفظ على نفس التشكيل، نعلم ان الفريق الذي يفوز لا يغير، لذلك فاعتقد بان المدرب ميغيل جاموندي سيلعب بالتشكيل المعروف او المعهود عنه بلاعب وسط ميدان فقط في محور يعني مركز وسط دفاعي وثلاثه لاعبين في الخط الهجوم. اكيد. طيب الاجراءات الاحترازيه، ونادي الوداد من الأندية اللي بالتأكيد عانت بسبب موضوع فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة وتأجلت عديد من المباريات في الدوري المحلي، لكن الإجراءات الاحترازية حاليا في المغرب استعدادا لمباريات نصف النهائي، كيف تسير وما هو الإجراء المتبع حاليا سواء من السلطات الصحية أو الاتحاد المغربي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي خلال الساعات القليلة القادمة؟ بخصوص يعني البروتوكول الصحي الذي يعتمد من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، فالجامعة خصصت يعني مبلغا مهما للفرق المشاركة في الدوري الاحترافي خلال فترة الحجر الصحي وخلال فترة عودة البطولة من أجل الاستقرار بأحد فنادق المدينة، يعني فنادق أي فريق مشارك في البطولة يختار فندق خاص به ويستقر به إلى حين يعني إجراء مبارياته عفوا في الدوري الاحترافي. وأعتقد بأن اليوم المغرب والجامعة الملكية خطت بخطى ثابتة نحو أنها تنظم مباريات، لأنه أكثر تقريبا من 80 مباراة لعبت في ظرفية كورونا، واليوم بات له من التجربة ومن الإمكانيات ما أنه يسمح له أنه يحتضن مباراة دولية مباراة قارية بين الأهلي والوداد. وفقط كما قلت يعني في برنامج تريند في وقت سابق بأنه الصحفيين لن يحضروا إلى هذه المباراة لأنه البروتوكول في الذهاب يعني في المغرب الجامعة تحدد من سيلج إلى الملعب، خاصة فيما يخص التغطية الإعلامية فقط القنوات المسموح لها بنقل المباريات وبثها، وأيضا مصورة الفرق الرسميين، يعني مثلا في فريق الوداد يلج إلى الملعب مصور الفريق، وايضا يمكن في هذه الحاله ان يكون للاهلي المصري ايضا مصور. تمام. وهذا يعني هذا البلاغ كان منشور قبل ايام يعني من قبل الكونفدراليه الافريقيه. استاذ محمد فنقاري الاعلامي المغربي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات، وان شاء الله باذن الله نشوف مباريات تليق باسامي الفرق الاربعه المشاركه في دوري ابطال افريقيا. وانا بختم بالجزئيه دي وفي ثواني قليله، يعني كويس جدا ان في مصور وصحفي هيكونوا حاضرين طبقا للبروتوكول ما بين الاتحاد المغربي والاتحاد الافريقي، لان في البطوله الوطنيه في المغرب لا ما فيش ولا صحفي ولا مصور بيحضر كل المباريات، والصحفي او المصور الوحيدين اللي بيحضروا لهذه المباريات في البطوله المغربيه بيكونوا شغالين في المركز الاعلامي للاتحاد المغربي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الفقره الاخيره من برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن طبعا نتيجة الأحداث اللي تمت خلال الساعات القليلة الماضية والبيان المحترم بالتأكيد للأستاذ نشأة الديهي رئيس قناة تن، عايز أكد على الكلام اللي قلته في بداية الحلقة واللي كان بالتأكيد زميلي أمير هشام اتكلم فيه هنا امبارح،
ووضح لحضراتكم ليه الكابتن مجدي عبد الغني بيهاجم النادي الاهلي وقياداته ومسؤوليه، ووجهنا عتاب راقي لقناه تن اللي بتبث من خلالها برنامج البريمو اللي بيظهر فيه الكابتن مجدي عبد الغني، وطبعا كان بيتجاوز في حق النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. الحقيقه بكل تقدير واحترام، بكل تقدير واحترام عايز اشيد بموقف المحترم للاستاذ نشأت الديهي رئيس القناه، واللي تصرف بمنتهى المسؤوليه والحكمه والتقدير ايضا كمان للنادي الاهلي وقياداته وجماهيره. واحنا هنا بنشكره وبنثمن على الخطوه اللي قام بيها لايقاف التجاوزات اللي تمت من الكابتن مجدي عبد الغني خلال الفتره الاخيره، وكانت بصراحه غير مبرره. واصدر بيان محترم اكد فيه على تقديره الكامل للنادي الاهلي وقياداته وجماهيره، والتزام قناه تن بكل المواثيق المنظمه للعمل الاعلامي وتحديدا العمل الاعلامي الرياضي خلال الفتره القادمه، واتخذ من خلال هذا البيان ثلاث قرارات. اول قرار كان مخاطبه النادي الاهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج، وشافها بالتاكيد او بتمثل خروج البرنامج على المواثيق والقوانين المنظمه للعمل على تصويبها منذ انطلاق هذا البرنامج خلال الفتره الاخيره. ثانيا بتهيب اداره القناه باسره الاعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الاداء والارتقاء به وعدم خلق حاله من التوتر بين جماهير الكره المصريه. ثالثا عدم ظهور الكابتن مجدي عبد الغني على شاشه القناه بالنسبه للمرحله الجايه. احنا بنقفل الصفحه، وزي ما اكدت في بدايه الحلقه احنا بنقفل الصفحه، وكل التقدير والاحترام من جانبنا لهذا الموقف للحفاظ على قيم المجتمع، وان يكون اعلامنا والاعلام الرياضي اعلام هادف واعلام بناء. وعايز اقول لك كلمه للكابتن مجدي، اتمنى انك تراجع نفسك، ولازم تعلي القيم الاخلاقيه. ولما بننتقد احنا هنا لما بننتقد ما بنجرحش، عشان كده الصفحه بالنسبه لنا اتقفلت ومش هنتكلم فيها تاني، لكن لازم ناكد على الموقف المحترم والمسؤوليه والتقدير اللي ظهر من الاستاذ نشأت الديهي رئيس قناه تن، واللي اتصرف بصراحه بمنتهى المسؤوليه والاحترام والتقدير للنادي الاهلي ومسؤوليه وجماهيره. واحنا بالتاكيد بنحترم هذه الخطوه وبنثمنها، لان بالتاكيد هيكون ليها صدى ايجابي بالنسبه للاعلام الرياضي الفتره اللي جايه. الاعلام دايما دوره انه يكون ليه دور ايجابي مع المجتمع ودور بناء مع المجتمع، فبالتالي اي خطوه ايجابيه بتسير في نفس الاتجاه لازم نشكر صاحب هذه الخطوه وصاحب هذا القرار، وشكرا كمان لتقديره على احترامه لمجلس اداره النادي الاهلي ومسؤوليه وقياداته وايضا جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وكل التوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي المتجه الان الى كازابلانكا لخوض مباراه الذهاب امام الوداد المغربي. غدا نلتقي ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.